كاميرا تسمع المفروض تعرفوني تاخد باك عارف بيقول لي خلاص ان انا اخدت طلب بعد حياتي ان انا اجي عندما تطلب مني الكل يقول له احمد ضايع ايه وقعد على الكلام ده احنا بنجيش كده بنحط قدوه مقام على ايه خلاص بس مش مؤمن واحده سالت من ابو ايه كنت اخد كده تمام كل ايام حياتي كان رجل ايام بغض وتفرج فيها كده المفروض اطلع لها خالص حياتي في يوم كورونا جاي وفي يوم الثلاثاء يعني انا اتصرفت بالوضع خلاص في وأحملت خيمته في يوم الشر نجاني إيه؟ تتراني بسكت تتراني بسكت المظلة على ظهر تتراني بظل بظل المظلة وعلى الصخرة الرفاعي وأنت قد رفع وقتي على الأعداء كنت ذبحت الرب ذبحت الطريق صبح يا رب للرب استمع يا رب صوت الذي بيع عدوك حمل نفسك الجيد لأن لك خير قلب يا رب تضحك ورقعك يا رب التمس لا تحجب واقعك عني ولا تنقص بغضب عبدك كل يوم وعين لا تفقدني ولا تخذلني يا الله مخلصي فإن أبا وأمي قد تركاني وأمي قبلاني علمني يا رب طريقك وهديني في سبق المستقيم من أجل أعدائي لا تسلمني إلى أي أعداء لأن ما مشهد علي شهود السوء وأكدت الظلم لذاتي وأنا أؤمن إني عايش خيرات الرب في أرض الأحياء فالثقة تسد قلبك فالثقة تسد قلبك وأنا أؤمن إني أعاني من خيرات الرب في أرض الأحياء وأنتظر الرب